ده الامتحان ده مش عايزاه دلوقتي. ظهرت قدامكم يا جماعة ليكتشر 7. ها حد معايا يقول؟ لا يا دكتور، ما ظهرتش. يعني الصفحة اللي قدامكم دلوقتي ايه؟ لا صفحة الميتينج. بس كده؟ ما المحاضرة ما ظهرتش ليه؟
ظهرت يا جماعة ولا برضو لسه؟ ظهرت سكرين بيضة. الحكاية مش مكتوب فيها حاجة. طب حضرتك ممكن تقلبي كده، يمكن هي صفحة أصلا بيضة. لا طبعا، الصفحة بيض، الصفحة فيها المحاضرة، الزهرة قدامي فيها المحاضرة، بس لا هي معرفش ما ظهرة تطلعش. بيضة. ظهرت ايه؟ ظهرت يا جماعة، حد معايا؟ ظهرت يا دكتور. طيب الحمد لله. النهاردة بقى هنتكلم عن الـ equation of motion اللي هو شابتر 13 في النورمال والتانجنشال. نفس الكلام اللي قلناه قبل كده بالظبط في المحاضرة اللي فاتت، بدل ما كنا بنقول AX و AY هنقول AT و AN. عندي اهو بارتكل بيتحرك على كيرف، فبنيجي في مكان ما البارتكل موجود وبنرسم التانجنت والنورمال للداخل في كتاب حاطط اكسيس ثالث اللي هو البي، هو سماه بي زي ما كنا في الاكس والواي حاطين الزد، بس طبعا زي ما قلنا احنا بنشتغل في البلين فقط، يعني يبقى التي والان، لكن احنا حطينا البي علشان ايه؟ اللي يقرا في الكتاب ويلاقي الاكسيس بي ده ما يقولش ايه البي، البي ده الاكسيس الثالث اللي بيربندكولار على التي والان. خلاص؟ فلما بنمسك الايكويشن اوف موشن اللي هي سيجما اف بتساوي الام ايه وبفكها للكومبوننت بتاعتها، فبلاقي فيها كومبوننت اف تي في التي كاب بلس اف ان في الان كاب بلس اف بي في البي كاب. عندنا الاكسلريشن لها اتنين كومبوننت بس، اي تي واي ان. لما بساوي معاملات التي كاب والان كاب فبطلع باتنين اكويشن اوف موشن اللي هي سيجما اف تي بتساوي ام اي تي، سيجما اف ان بتساوي ام اي ان، سيجما اف بي ايكوال زيرو. التلاته دول اللي احنا بنسميهم اكويشن اوف موشن. طبعا احنا بنستعمل معادلتين اتنين فقط اللي هي واحد واتنين، نستخدم المعادله الاولى والتانيه. طيب يبقى اذا الخطوات الحل هتكون زي ما عملنا قبل كده في المحاضره اللي فاتت، برسم الفري بادي دياجرام بحط عليه كل الفورسز المعلومه والغير معلومه، اظبطها كلها في اتجاه التانجنت والنورمال، يعني بعمل لها ريزوليوشن لو كانت انكلايند خلاص، وببدا اكتب المعادلات دي وبحل المعادلتين الاولى والثانيه مع بعض. يبقى نفس خطوات الحل، برسم الفري بودي دياجرام، اكتب عليها كل الفورس، احدد الاكسيس تي وان، اكتب احدد الدايركشن بتاع الاي تي والاي ان، اعوض في المعادلات واحل المعادلات مع بعض. طبعا بنطلع من المعادلات دي بالاي تي والاي ان، الاي تي ما بتقفش على كده،
لان بيطلب مني حاجات بعد كده. فطبعا احنا نعرف ان الاي تي هي دي في باي دي تي، هي في نفس الوقت في دي في باي دي اس، ولو في سيركل الدي اس بتساوي ار دي سيتا، يبقى ممكن احطها في دي في على ار دي سيتا. بختار اي صورة من الصور دي على اساس ايه؟ على اساس الاي تي اللي طلعت لي دي هي فانكشن في ايه؟ انا لازم الاي تي اللي بتطلع بعمل لها انتجريشن، لازم بعمل لها انتجريشن. ليه؟ عشان اجيب منها الفي اللي هي اطبقها في الاي ان بتساوي في سكوير على رو. جبت الفي من ان اعمل انتجريشن للاي تي، الرو يا اما بيبقى مديهالي في الرسمه، يا اما بجيبها بالقانون اللي احنا اخدناه قبل كده اللي هو 1 بلس واي داش سكوير اس 3 على 2 على واي دبل داش. يا جماعه في سيركل، يعني لو البارتكل ده بيتحرك على سيركل، بيبقى الاس اللي هي طول قوس من السيركل عباره عن ار دي سيتا، ار في سيتا، اس بتساوي ار في سيتا، ار اللي هو الراديوس وسيتا هي الانجل المقابله للاس. يبقى اذا ممكن اقول ان دي اس بتساوي ار دي سيتا. فبناء عليه في صوره الانتجريشن، في صوره الاكسلريشن اللي احنا عرفناها قبل كده اللي هي في دي في باي دي اس، اقدر اشيل دي اس واعوض عنها بار دي سيتا. ده امتى اعمل الكلام ده؟ لو بتحرك على سيركل، لو الاي تي طالعه بدلاله سيتا. لو طالعه بدلاله سيتا يبقى مش هينفعنا احط لها اي صوره من الصور الاثنين دول. ففي الحاله دي بحط لها الصوره الثالثه اللي هي في دي في على ار دي سيتا، وافصل المتغيرات وكامل وكل الحاجات ده اللي احنا اتعلمناه قبل كده. خلاص مفيش نظر، زي ما انتم شايفين مفيش نظر. الايكويشن اوف موشن، ارسم الفري بودي دايجرام، احط عليها الفورس، اظبط الفورس في اتجاه التانجنت، ونعمل الايكويشن اوف موشن واحلهم مع بعض حسب المطلوب مني في المساله. تعالوا نشوف الاكزامبلز ايه بيقول لي. ايه في سكاي جامب shown in the photo requires knowing the type of force that will be exerted on the skier and her approximate trajectory is. يعني بيقول لي في واحده بتتزحلق على الجليد، والكيرف بتاع الزحلقه بتاعتها اهو محدد بالعلاقه اللي قدامي دي. الكيرف ادي الكيرف اهو، الايكويشن بتاعت الكيرف ده اهو، y equal 1 over 200 x square minus 200. دي مش شايفاها ولا ايه؟ هنشوفها. ماينس 200 صحيح، شفتها في الاصل لقيتها 200. y equal 1 over 200 في x square minus 200. ده الكيرف اللي بتحرك عليه الانسه اللي هي ايه بتتزحلق دي. هي بادئه من فوق ونازله تحت. فبيقول لي ايه بقى؟ In this case the jump can be approximated by the parabola. بيقول لي ان ده بارابولا. خلاص؟ shown in the figure. Determine the normal force on the الوزن بتاعها 150 باوند. The instant she arrives at the end of the jump point A. نزلت لغاية آخر نقطة في الجامب A. يعني هي نازلة كده. خلاص؟ وزنها 150 باوند. خلاص؟ فبيقول لي عايز النورمال فورس عند الـ A. Where her velocity is 65. مديني الـ velocity. Also what is her acceleration at this point. يعني عايز النورمال فورس عند ايه، وعايز الاكسلريشن كمان عند ايه، ومديني هو الفيلوستي. طبعا معنى ان هو مديني الفيلوستي يبقى على طول هقول الاي ان في سكوير على رو، ومديني الفي والرو هجيبها ان انا امسك الباس ايكويشن دهيت واعمل لها ديريفاتيف بالنسبه لاكس مره والتانيه واعوض في القانون. يبقى اذا لازم نكون حافظين القانون عند الاي. تعالى كده عند الاي وارسم الفري بودي دايجرام. الانسه اللي نازله دي وصلت لغايه نقطه ايه؟ تعال عند الاي وارسم فري بودي دايجرام. اولا نيجي عند الاي وارسم التي والان. التي هيبقى هو التانجنت للكيرف عند نقطه ايه. طبعا نقطه ايه دي اخر نقطه، وزي ما انتم شايفين
وقع على الواي اكسس. خلي بالكم المحاور بتاعتي ادي الاكس والواي، الاي وقع على الواي اكسس لكن في الجهه السالبه، فلما باجي اعمل التانجنت عند الاي هيكون هوريزنتال. يبقى عند الاي بعمل التانجنت هوريزنتال، بعمل النورمال للداخل، النورمال للداخل يعني معناه النورمال الى اعلى. الفورسز اللي عندي عباره عن ان عند الاي نورمال فورس، والوزن 150 بس، ما فيش غير كده. يبقى انا باجي عند النقطه اللي هو طالبها وبعمل عندها الاكسس بتاعتي اللي هي تي وان، بحط عليها الكومبوننت بتاع الاكسلريشن اي تي واي ان. خلاص نيجي بعد كده نشوف الفورس اللي عند ايه، عباره عن الوزن 150 والنورمال فورس اللي هو الان ايه. دول اللي مطلوب، مطلوب مني في المساله النورمال فورس الان ايه والاكسلريشن. معنى كلمه اكسلريشن دي يعني هو عايز التوتال اكسلريشن، يعني الاي دي والاي ان. فالاي ان قلنا ما فيهاش مشكله، هي في سكوير على رو، والرو جبناها من الباس ايكويشن. تعالوا نكتب ايه الايكويشن اوف موشن، سيجما اف ان بتساوي ام اي ان للداخل. طبعا بنكتب المعادله في اتجاه النورمال للداخل في اتجاه الاي ان، ادي الاي ان للداخل، يبقى معاها ال ان ايه وعكسها بالماينس ال 150، يبقى ان ايه ماينس 150 بتساوي الام. طبعا هو ال 150 ده باوند وزن، فلما اجي اعوض في الام بقسم على الجرافيتي اللي هي 32.2 في في سكوير على رو. الاي ان هي في سكوير على رو، والفي هو مدهان. المعادله اللي قدامي دي عشان اجيب منها النورمال فورس يبقى لازم اجيب الرو. اجيب الرو منين؟ امسك زي ما قلت لكم الباس اكويشن واعمل لها ديريفاتيف بالنسبه للاكس مره، والثانيه اعوض فيها عن الاكس بكام؟ يعني هنا لما عملنا ديريفاتيف دي واي باي دي اكس طلعت 1 اوفر 100 في الاكس، ودي 2 واي باي دي اكس سكوير 1 اوفر 100. اعوض عن الاكس بكام عشان اجيب الواي داش؟ عند نقطه ايه؟ عند نقطه ايه الاكس بكام؟ نقطه ايه وقع على الواي اكسس، يبقى الاكس ليها بكام؟ بزيرو. حتى انت لو جيت في الباس ايكويشن هنا وعوضت عن الاكس بزيرو هيطلع الواي بماينس 200، وهي فعلا المسافه دي. عرفنا الواي داش والواي دبل داش، اكتب القانون وعوض فيه طلع لي الرو ب 100. خلاص في المعادله رقم واحد عرفت الرو ب 100، يبقى اقدر اجيب الان ايه. نيجي في المعادله رقم اتنين، سيجما اف تي بتساوي ام اي تي. فين الفورس اللي في اتجاه التانجنت؟ مفيش فورس في اتجاه التانجنت. امتى كان يبقى في فورس في اتجاه التانجنت؟ لو كان قال لي ان في فريكشن، كانت هتبقى الفريكشن في اتجاه التانجنت يعني منطبقه على التانجنت لكن ان ذا اوبوزيت دايركشن للموشن. يعني في الحاله دي كانت هتبقى الاف تي كانت هتبقى ماينس ميو كي في ان، لانها كانت هتبقى في الجهه السالبه عكس الاوبوزيت ان ذا اوبوزيت دايركشن اوف موشن. لكن هنا هو بالنسبه للمساله دي ما قاليش ان في فريكشن، فيبقى عندي سيجما اف تي بتساوي ام اي تي. فين الاف تي؟ مفيش خالص، بتساوي زيرو. يبقى اذا الاي تي في الحاله دي هتساوي زيرو. المعادله رقم واحد طلعنا الان اي، ومعادله رقم اتنين الاي تي بتساوي زيرو، يبقى الاي الاكسلريشن هي الاي ان فقط، هي في سكوير على رو. الفي هو مدهاني ورو طلعتها من الباس ايكويشن. اي سؤال يا جماعه في المساله دي؟ يبقى اذا المساله دي ممكن تبقى زي ما هي كده بالظبط، خلاص نزود عليها ايه؟ انه يديك فريكشن، فريكشن في اتجاه التانجنت ان ذا اوبوزيت دايركشن اوف موشن. ففي الحاله دي كانت هتبقى الاي تي لها قيمه، الفريكشن ميو كي ان، الان كنا هنجيبها من المعادله رقم واحد وعوض عنها في رقم اتنين عشان اجيب الاي تي. ناخد اكزامبل تاني برضو نفس الكلام، في شخص بيتزحلق سكيت بوردر اهو بيتزحلق على السيركلر تراك. خلي بالك هنا في سيركلر تراك، هو نص دايره بس، نص دايره سيركلر تراك. ما هو السيركلر تراك ده مش بالضروره يبقى دايره كامله، يعني مش بالضروره عشان اقول دي اس بتساوي ار دي سيتا تبقى دايره كامله، جزء من دايره. المهم هي جزء من دايره، يعني غير اللي فاتت، اللي فاتت ده بارابولا، ده ما ينفعش اقول فيه كده.
لكن ده سيركلر تراك خلاص. فبيقول لي اف هي ستارت فروم ريست سيتا بتساوي زيرو، سيتا فين؟ اهي بدأ من سيتا بتساوي زيرو، يعني بدأ من هنا من عند النقطة اللي فيها الراديوس افقي، بدأ من هنا عند سيتا بتساوي زيرو. Determine the magnitude of the normal reaction the track exerts on him when سيتا بتساوي 60. عايز النورمال رياكشن لما سيتا بتساوي 60، هو نازل، نازل من فوق، يعني بدأ من هنا من سيتا بتساوي زيرو ونازل على السيركلر تراك، فعايز سيتا، عايز الان عند سيتا بتساوي 60. واضح هنا ان سيتا بتتغير من 0 ل 60، يعني واضح ان هيبقى فيه ان انتجريشن، واضح كده. تعالوا نرسم الفري بودي دياجرام. انا خدت الشخص اهو هو نازل في اي مكان عند الزاويه سيتا، وجيت عنده ورسمت التانجنت، او رسمت التانجنت عند الراجل كده وهو نازل، عملت التانجنت وعملت نورمال للداخل، ادي التانجنت وادي النورمال للداخل، وحطيت مع التانجنت الاي تي ومع النورمال الاي ان. دي بدايتنا خالص في الفري بودي دياجرام. بعد كده احط الفورس، هو بيتحرك على سيركلر تراك، يبقى فيه النورمال فورس. النورمال فورس في السيركلر زي ما قلنا هو بيربنديكولار على التانجنت. بيربنديكولار على التانجنت يعني ايه؟ يعني يبقى مع النورمال. اهو ادي الان بيربنديكولار على التانجنت، الان جايه من التراك على الشخص اللي بيتزحلق ده. بعد كده في وزنه ام جي، ده دايما طبعا بيكون راسي. وادي الانجل سيتا اللي هو محددها لي في المساله. ده الفري بودي دايجرام. تعالوا كده نكتب الايكويشن اوف موشن. سيجما اف ان بتساوي ام اي ان، ان اس ماينس ام جي ساين سيتا بتساوي ام ان اس مع النورمال الان مع الان ومع الاي ان. الام جي بعمل لها ريزوليوشن، ام جي كوزين سيتا مع التي وام جي ساين سيتا مع الان لتحت، يبقى ان اس ماينس ام جي ساين سيتا بتساوي ام في سكوير على رو. عشان اجيب الان اس محتاج اعرف الفي ومحتاج اعرف الرو. الرو هو محدد من الرسمه، الرو هي الراديوس بتاع السيركلر ده 40، يبقى اذا الرو معلومه، يبقى الرو 40، يبقى محتاجه اعرف الفي والسيتا. حد يقول لي سيتا ب 60، اه سيتا ب 60 بس محتاجه اعرف الفي. يبقى عشان اجيب النورمال فورس محتاجه، حتى لو جيت هنا وعوضت عن سيتا ب 60 محتاجه اعرف الفي. خلاص الفي تيجي منين؟ تيجي من ان انا اجيب الاي تي واعمل لها انتجريشن. بس يا جماعه اكتر جزئيه بنشتغل عليها هي الاي تي، لان هي اللي دايما فيها انتجريشن. اما الاي ان في سكوير على روم حسابات ما فيهاش انتجريشن ولا حاجه. الفي يا مديها لي يا بجيبها، والرو برضو يا مديهوني في الرسمه يا بجيبه بالقانون. تعالوا نكتب المعادله في اتجاه التانجنت. اف تي بتساوي ام اي تي، ادي الاف تي ام اي تي. من اللي مع التانجنت ام جي كوزين سيتا بس، ما فيش غيرها، وفي نفس الدايركشن بتاع التانجنت بتاع الموشن. خلاص برضو نفس الكلام هقول لك، لو مديني فريكشن كان هيكون مع التانجنت بس ان ذا اوبوزيت دايركشن، لكن برضو هو ما ادانيش هنا التانجنت. يبقى عندي ام جي كوزين سيتا بتساوي ام اي تي. عايز اجيب الاي تي، حد يقول لي ايه؟ امسك السيتا وعوض عنها ب 60 ماشي عشان اجيب الاي تي، بس انا عايز اكامل، عايز اكامل الاي تي عشان اجيب منها الفي. فما ينفعش لو عوضت عن السيتا ب 60 يبقى كده جبت الاي تي ماشي كقيمه عدديه. يبقى هو لو طالب مني الاكسلريشن يبقى اعوض عن السيتا ب 60 اجيب الاي تي. طيب بس انا لسه عايزه الفي، المعادله رقم واحد لسه محتاجين فيها الفي، فيبقى قبل ما اعوض عن السيتا ب 60 امسك الايكويشن رقم 2 واعمل لها انتجريشن. الام طبعا مديها لي، والجرافيتي كوزين سيتا بتساوي 60 في الاي تي. يبقى اذا انا هعمل انتجريشن للاي تي قبل ما اعوض عن السيتا، لازم تبقى الاي تي فيها فيريبل عشان اعمل لها انتجريشن. اهو الاي تي زي ما انتم شايفين طالعه بدلاله السيتا. يبقى اذا ما كانش ينفع اقول دي في باي دي تي، ما كانش ينفع اقول في دي في باي دي اس،
امال ينفع اقول ايه؟ في دي في على ار دي سيتا. الاكسلريشن اي تي طالعه فانكشن في السيتا. خلاص؟ يبقى في دي في على ار دي سيتا بتساوي 9.81 كوزين سيتا، واعمل سيبريشن للفاريبلز وكامل. في دي في بتساوي كل الطرف الايمن ده في ار دي سيتا، الار ب 4 ودي سيتا. كل الفور والقيمه العدديه دي ده كونستنت تطلع بره التكامل. يفضل انتجريشن كوزين سيتا دي سيتا، انتجريشن الكوزين بكام؟ بساين. يبقى الفي دي في في سكوير على 2 اهو، في سكوير على 2، الفي بتتغير من 0 ل في ساين سيتا، بتتغير من السيتا بتتغير من 0 الى 60. عوض عن السيتا ب 60 وعن السيتا ب 0 هتجيب من هنا الفي سكوير. عرفنا الفي سكوير؟ يبقى لو رحنا للمعادلة رقم 1 خلاص، عوض عن الفي سكوير بالقيمة اللي أنا طلعتها دي، وعوض عن السيتا ب 60 يبقى ساين 60، يبقى كده جبت النورمال فورس. لو طالب مني أكسلريشن، هو طالب مني نورمال فورس بس، لكن لو عاوز أكسلريشن هقول الـ AT زي ما طلعناها كده، الـ AT هتساوي MJ او الاي تي، بقى الام راحت، الاي تي بتساوي جي كوزين سيتا. هنا بقى اعوض عن السيتا ب 60 لان انا كده عايزه القيمه العدديه للاي تي، والاي ان في سكوير على رو، يبقى لو عايزه الاكسلريشن كلها اهو روت اي تي سكوير بلس اي ان سكوير. جبنا المساله دي في امتحان السنه اللي فاتت او اللي قبلها، زودنا عليها مطلوب واحد بس يزيد بعد كل دول، قلنا الماكسيمم سبيد اوف زمان، يعني الراجل اللي نازل ده عايزين نجيب له الماكسيمم سبيد. حد بقى يقول لي اجيب الماكسيمم سبيد ازاي؟ امتى الجسم بيوصل لاقصى سرعه ليه؟ امتى الراجل اللي نازل ده يوصل لاقصى سرعه ليه؟ ها مين يقول لي ده اذا كان في حد معايا لسه؟ لما التانجنت ات ايكوال زيرو ات ايه انهي ايه؟ التانجنشال اكسلريشن طب بص يعني بصرف النظر عن الحسابات، بص للرسمه اللي قدامك دي كده وقول لي امتى الراجل ده يوصل لاقصى سرعه ليه؟ لما يبقى عند يعني تحت الاو فيرتيكلي. اه يعني لما تبقى سيتا بكام؟ بباي على 2 او بتبقى 90 بالظبط كده. برافو عليك، صح كده، لما تبقى سيتا ب 90. طب مش انت قبل كده اهو، مش انت قبل كده جبت الفي بدلاله السيتا قبل ما نعوض عن سيتا ب 60 اهي، الفي بدلاله السيتا. يبقى عشان تقول الماكسيمم فيلوسيتي ات سيتا بتساوي 90 هتروح معوض عن السيتا ب 90 اهي، ماكسيمم سبيد اوف زمان عوضنا عن السيتا ب 90 طلعت الماكسيمم سبيد. خلاص هي نفسها يا جماعه المساله، هي كانت نفسها بالظبط كده بارقامها كمان، بس طبعا لازم نزود عليها حاجه. زودنا عليها طبعا، هو هنا طالب النورمال فورس بس، احنا زودنا عليها الاكسلريشن كمان اي تي واي ان، جبناهم وربعناهم وتحت الروت، وزودنا عليهم الماكسيمم سبيد اوف زمان. يبقى الراجل بيوصل لاقصى سرعه ليه لما يبقى زي ما زميلكم قالت، لما يبقى راسي اسفل الاورجن، يعني لما تبقى السيتا اللي هي بادئه من فوق 90، عوض عن السيتا ب 90 جبت الفيلوسيتي وهو ده الماكسيمم سبيد. معايا؟ مساله ثانيه دي برضو جت في امتحان قبل كده، بس امتحان قديم شويه ايام ما كانت ايه؟ مش اختيارات، الامتحانات مش اختيارات يتحل يعني. برضو نفس الكلام اهو، شخص ما بيتزحلق رولر كوستر على كيرف لغايه لما وصل الايه؟ ستريت لاين من A الى B، كيرف تاني بعد البي. الفرق ما بين الكيرف الاولاني والكيرف التاني اللي هو الرو، الرو في الكيرف الاولاني 30، الرو في الكيرف التاني 45. طبعا الاي بي ده ستريت لاين يعني الروب انفينيتي. فبيقول لي ايه بقى؟
مديني بقى كل ال مديني ميو كي، يعني هنا في فريكشن بتساوي 0.25. بيقول لي ديتيرماين ذا انيشال ديسيليريشن اوف ذا كار اف ذا بريكس ار ابلايد از ذا كار رقم واحد هاز الموست ريتشد ايه. عايز ايه؟ عايز الديسيليريشن لما الكار دي يعني الموست ريتشد ايه، يعني هتوصل ايه. وبعد كده عايزها برضو هي نفسها لما الكار استرافلنج بتوين اي وبي، وعايزها هي نفسها لما الكار هاز جاست باسد بي، يعني تعدي البي، يعني بدات على الكيرف. خلي بالكم من كلمه جاست بيفور وجاست افتر دي، اللي هي يعني قبل مباشره. جاست يعني قبل مباشره، يعني هنا بيفور ايه، يعني هي هناخد عليها معادلات الكيرف لكن قبل ما توصل لايه، يعني انما هنا باسد بي يعني هناخد معادلات الكيرف برضو مجرد ما تعدي البي. فتعالوا في عندي الايه، بعمل فري بودي دايجرام اهو في الام جي. خلاص هو سهلها لنا ان هو قال لنا ايه الموست ريتشد ايه اند ايه، يعني فيعني البلوك ابتدى يبقى على خط التانجنت، ابتدى يبقى هوريزونتال، التانجنت ابتدى يبقى افقي، يعني مش هنعمل ريزوليوشن للحاجه، يعني هو مسهلها لنا من الناحيه دي. فعندي اهوت القوه اللي بتاثر على البلوك، فيه طبعا وزنه وفيه النورمال فورس عند الايه التانجنت هوريزونتال، فيبقى النورمال فورس راسي، والفريكشن هو نازل، تبقى الفريكشن ان ذا اوبوزيت دايركشن اهو اف. لما نيجي نكتب معادله الحركه سيجما اف ان بتساوي ام اي ان، طبعا النورمال للداخل، فيبقى الان ايه ماينس الام جي بتساوي ام في سكوير على رو. ادي النورمال فورس، ادي المعادله رقم واحد. تعالى استخدم الان دي في المعادله رقم اتنين اللي هي الاف الفريكشن فورس بتساوي ميو كي ان، فيبقى سيجما اف تي بتساوي ام اي تي. ايه اللي مع التانجنت؟ اللي مع التانجنت الفريكشن فورس وان ذا اوبوزيت دايركشن، لان التانجنت مع الحركه فهو نازل، يبقى ماينس اف بتساوي ام اي تي، الاف بتساوي ميو كي ان. هات الان من المعادله رقم واحد وعوض عنها هنا، ومع اختصارات طلعنا الاي تي اف. ادي اول حاجه الاي تي، يبقى ادي اول مطلوب. بعد كده لما بقى بتوين اي وبي، يعني لما يبقى افقي، فتبقى المعادله اللي هنا الان دي يعني مش هنطلع منها باي حاجه غير ان ما هو افقي، يعني ما فيش رو، يبقى الاي ان بزيرو. فتبقى في الحاله دي النورمال فورس بتساوي الام جي، النورمال فورس بتساوي الام جي، فيبقى عندي ماينس ميو كي ان المعادله الثانيه بتساوي ام اي تي، شلنا الان وحطينا بدلها ام جي، فادي الاي تي طلعت بالشكل ده. على الكيرف اللي بعد كده اللي هو بعد البي، مجرد ما تمر بيه الاي ان في سكوير على رو، الفي هو مديها لي والرو ب 45 برضه مديها لي في الرسمه. خلاص بكتب معادله الحركه سيجما اف ان بتساوي ام اي ان، ان ماينس ام جي بتساوي الكلام ده، وسيجما اف تي بتساوي ام اي تي. كل اللي بعمله ان انا بشيل الان من المعادله دي واعوض عنها بميو كي ان الفريكشن فورس، يبقى ادي الاي تي معايا. خلاص تعالوا بقى ناخد بقى الجزء الثالث من الشابتر ده اللي هو الايكويشن اوف موشن، بس في السلندريكال كوردينيتس. السلندريكال ايكويشن اوف موشن في السلندريكال كوردينيتس، سيجما اف بتساوي الام ايه، ده القانون العام، الفورس بتساوي الام في الاكسلريشن. تعالى فك الكومبوننت بتاعت الفورس دي، هتبقى اف ار في الار كاب بلس اف سيتا في السيتا كاب بلس اف زد في الكي كاب، طبعا لو هناخد الثري دايمنشن. خلاص ده كله بيساوي ام في اي ار بلس ام في اي سيتا بلس ام في اي زد، حيث الاي زد هي زد دبل دوت، وبرضه احنا بنشتغل فقط على الاي ار والاي سيتا.
يبقى اذا انا عندي معادلتين equation of motion سيجما اف ار بتساوي ام اي ار، سيجما اف سيتا بتساوي ام اي سيتا. لو خدنا الثالثه سيجما اف زد بتساوي ام اي زد اللي هي زد دبل دوت، وعمرنا ما هناخد المعادله الثالثه دي لان احنا مش بنتحرك في السبيس. سيجما اف ار بتساوي ام اي ار، والاي ار حافظينها قبل كده، خلي بالكم دي داخله تاني في امتحان الفاينل. ما اعرفش بقى هنكتفي بان هي داخله اهو في الجزء ده، بس نركز شويه على انك تجيب الاي ار والاي سيتا، ولا هتبقى داخله بمساله لوحدها. طبعا ده لسه كلام سابق لاوانه، لسه ما نعرفش. المهم زي ما انتم حاسين من الشابتر ده ان الكايناماتكس كلها معانا تاني تقريبا. يعني سيجما اف ار بتساوي ام اي ار، وادي الاي ار احنا حافظينها قبل كده. سيجما اف سيتا بتساوي ام اي سيتا، ام المفروض دي ار دبل دوت. المفروض دي تبقى ار دبل دوت، يعني مش عارفه احطها بس بحطوها ار دبل دوت بلس 2 ار دوت. لا ايه دي مش ار دبل دوت، دي ار سيتا دبل دوت بلس 2 ار دوت سيتا. دي ار سيتا دبل دوت، يعني هنا المفروض نكون ايه ناقصين نحط سيتا دبل دوت. معايا؟ نفس الكلام زي ما قلنا في الاثنين اللي فاتوا، برسم الفريد بادي دايجرام، احدد عليه الار كاب والسيتا كاب، واحدد الفورس اللي عندي وابدا اظبطها مع الار كاب والسيتا كاب. خلاص؟ في حته هنا مهمه قوي عايزاكم تخلوا بالكم منها من اللي انا هقوله ده. طبعا البارتكل بيتحرك على كيرف، يعني زي ما انتم شايفين في حاله البارتكل بيتحرك على كيرف الفورس اللي عندي كلها مرتبطه بالتانجنت والنورمال. ليه؟ لان النورمال على الكيرف هو النورمال على التانجنت، يعني مع الان الفريكشن مع التانجنت، يبقى كل الفورس اللي عندي مرتبطه بالتانجنت والنورمال. طيب الار كاب والسيتا كاب ما هماش منطبقين على التانجنت والنورمال، يبقى انا محتاجه الفورس دي اللي هي الان والفريكشن ان انا اعمل لها ريزوليوشن عشان تبقى مع الار كاب والسيتا كاب. تعالوا شوفوا بقى كده، ادي كيرف اهو، البارتكل على الكيرف ده التانجنت، الفريكشن بتبقى مع التانجنت طبعا، معاه او عكسه ده حسب الحركه. النورمال دي نورمال على التانجنت، دي نورمال على التانجنت. خلاص؟ طيب خلي بالكم الرسمه دي، في عندي النورمال فورس دي نورمال على التانجنت، والفريكشن فورس دي ايه مع التانجنت. طب فين الار كاب والسيتا كاب؟ اهو ادي الار كاب وادي السيتا كاب، يعني لو قلنا ادي الاورجن وادي البارتكل، من البارتكل لغايه الاورجن ده الار، امتداده هو الار كاب، والبربنديكولار عليه هو السيتا كاب. خلي بالك السيتا كاب دي بربنديكولار على الار كاب، مش بربنديكولار على التانجنت، لا هي مالهاش علاقه بالتانجنت، هي تبقى هي التانجنت لو في الحركه، لو الحركه دائريه. معايا؟ لكن هنا لكن بصفه عامه الار كاب ده امتداد الار، والسيتا كاب بربنديكولار عليه. ادي التانجنت اهو، ادي التانجنت. انا قلت ايه؟ كل الفورس اللي عندي مرتبطه بالتانجنت، يا معاه زي الفريكشن يا بربنديكولار عليه زي النورمال. طب انا عايز اظبط الفورس مع الار كاب والسيتا كاب، يعني اذا عايز اعرف الانجل بتوين التانجنت والار كاب عشان اعمل ريزوليوشن، عايز اعرف الانجل بتوين التانجنت والار كاب. الكتاب سمى الانجل دي ابصال، وعايزين نجيب الابصال اهو. تاني رسمت لكم رسمه ليه، ادي التانجنت بيعمل انجل ابصال مع الار كاب. طيب انا عندي الفيلوستي لها اتنين كومبوننت، واحده ار دوت مع الار كاب، واحدة ار سيتا دوت مع السيتا كاب، وفي نفس الوقت الفيلوستي كلها بتبقى في اتجاه التانجنت،
يعني انا لو حبيت اجيب تان ابساي، تان ابساي هقول هي بتساوي ايه؟ تان ابساي هقول لو جيت انا عملت مثلث كده، يعني عملت هنا بيربندكولار على الاركاب اللي هو سيتا كاب، يعني قفلت المثلث، فيبقى تان ابساي عباره عن ار سيتا دوت على ار دوت. تان ابساي ار سيتا دوت على ار دوت، ار وسيتا دوت دي سيتا باي دي تي، وار دوت دي ار باي دي تي، شلنا الدي تي يبقى الناتج ار دي سيتا على دي دي ار، ار دي سيتا على دي ار، نزل الدي سيتا تحت فهتبقى ار على ار دي سيتا. ليه عملت كده؟ لان هو غالبا بيديني الار فانكشن في السيتا، بيديني الار فانكشن في السيتا اللي هي هعمل لها ديريفاتيف، فلما يديني الار فادي عندي الار على دي ار باي دي سيتا، ده تان ابساي بنحفظها، تان ابساي ار على دي ار باي دي سيتا. بس احنا ايه قليل قوي لما بنحتاج ان احنا نجيب ابساي دي، لان ممكن حد ما يحفظهاش، ممكن حد ما يبقاش عارفها، فغالبا غالبا بتعرف تجيب ابساي، ابساي اللي هي ايه؟ اللي هي الانجل بتوين التانجنت والاركاب، بتعرف تجيبها من الرسمه بتاع المساله زي ما هنشوف دلوقتي المسائل معايا يا جماعه. يبقى انا محتاجه اعرف الانجل بتوين التانجنت والاركاب، محتاجه اعرف الانجل بتوين التانجنت والاركاب. ليه؟ لان الفورسز اللي بتاثر على البارتكل معظمها باستثناء طبعا الوزن معظمها بيبقى مرتبط بالتانجنت، الفريكشن في اتجاه التانجنت ذا اوبوزيت دايركشن اوف موشن، والنورمال فورس بيربنديكولار على التانجنت. خلاص، هو في الجزء اللي فات اللي هو في النورمال والتانجنشال كانت الدنيا سهله وجميله، لان عندي الاكسلريشن هي مع التانجنت والنورمال، فكانت الفورس متظبطه مع الاكسلريشن، الاكسلريشن تانجنت ونورمال، والفورس كانت تانجنت ونورمال، الفورس متظبطه مع الاكسلريشن. انما في هنا في الجزء بتاع البولر الفورس مش متظبطه مع الاكسلريشن، الاكسلريشن في اتجاه الار والسيتا، لكن الفورس زي ما هي مع التانجنت والنورمال، عشان كده بحتاج اعمل لها ريزوليوشن عشان اظبطها مع الار كاب والسيتا كاب، عشان اقدر اعرف الاي ار والاي سيتا. لما اقول سيجما اف ار بتساوي ام اي ار، يبقى بقول كل الفورسز اللي في اتجاه الار كاب بتساوي ام اي ار، كل الفورسز اللي في اتجاه السيتا كاب بتساوي ام اي سيتا، عشان كده لازم اظبط الفورس مع الار كاب والسيتا كاب معايا. فانا عشان كده محتاجه الانجل بتوين التانجنت والار كاب. قليل قوي في مسائل في الـ في الـ في البروبلمز محتاج تجيب ابساي بالطريقه دي، بس الغالبيه، بس الغالبيه العظمى ليها بتجيبها من هندسه الشكل، واحنا برضو لما بنجيبها في اي امتحان من الامتحانات بنحاول نسهل الدنيا فبنجيبها من هندسه الشكل. تعالوا بقى نشوف الاكزامبلز اللي مديها لي في الكتاب. بيقول لي ايه؟ سموث، اول حاجه سموث 0.5 دبل كولر، فيه كولر، كولر يعني دبل كولر، يعني كولر بوشين كده يعني. كان فريلي سلايد اون ارم اي بي، عندي ارم اي بي مثبت طبعا عند ايه، مثبت عند ايه خلاص، والكولر بتتحرك بسهوله عليه، بتنزلق بسهوله عليه، وفي نفس الوقت سيركلر جايد رود، يعني الكولر دي مرتبطه ب الارم اي بي والرود السيركلر ده،
بحيث لما الارم اي بي ده يدور، لما الارم اي بي يدور كده، يدور في الاتجاه ده كده، الكولر هي كمان بتتحرك على الدائري ده، يعني بتتحرك على الارم والدائري في نفس الوقت. If the arm rotates with a constant angular velocity of theta dot بتساوي 3 radians per second. مساله البولر مميزه مش هتتلخبط فيها ولا حاجه، لانه غالبا بيكون مديك الثيتا دوت جاهزه، مش هيديك ثيتا فانكشن في التي وانت تفاضل، او يمكن بقى بعد هو الامتحان طبعا السنه دي شكله هيتغير بما ان البولر داخله معانا، فهل هو هيديك البولر الثيتا فانكشن في التي وانت تفاضلها تجيب ثيتا دوت وثيتا دبل دوت؟ احنا قبل كده كنا بنجيبهم جاهزين ولا ايه؟ يعني لسه برضو زي ما قلنا مش عارفين. فهو اداني انجلر فيلوستي ثيتا دوت بتساوي 3 راديانس بير سكند وكونست، معناه ان هو اداني ثيتا دوت بتساوي 3 وثيتا دبل دوت ايكوال 0. معايا؟ Determine the force the arm exerts on the collar at the instant theta بتساوي 45. Motion is in the horizontal plane. لازم يحدد لنا motion in the horizontal plane، يبقى ال mg اللي هو الوزن مش موجود. شوفوا كده المسألة اللي بعديها اهو، في اهو rotate in the vertical plane، لازم horizontal plane يبقى ال mg مش موجود معانا، فيرتيكال بلين يبقى الام جي موجوده معانا. يعني كان عندك ايه على ترابيزه كده قدامك، في ارم في كولر مشتركه ما بين الارم ده وما بين دايره قدامك كده هوريزونتال، يعني ما فيش وزن مش متعلق يعني. طيب هو هنا في كم فورس بتاثر على الكولر؟ لو في حد معايا يقول الكولر دي كم فورس بتأثر عليه؟ يعني لما اجي ارسم الفري بادي دياجرام بتاعها كم فورس بتأثر عليه؟ مفيش حد، كله قفل اللي فتح اللاب وراح ينام. لما انا احط لكم المحاضره بقى على الفايل واسيبكم انا كمان، يعني هو في فورسين بتاثر مثلا نورمال والتانجنشال؟ لا، هو الكولر دي جاي لها فورس منين؟ يعني ما علينا من اتجاههم دلوقتي، جاي لها فورس منين؟ من الرياكشن عند ايه؟ من الارم اي بي. يعني في فورس جاي على الكولر من الارم اي بي، وفي نفس الوقت جاي لها جاي عليها فورس كمان من السيركلر رود. تمام. يعني الفورس دي هي بتتحرك في جسمين اتنين بيأثروا عليها، الارم اي بي بيأثر عليها بقوه بيربنديكولر على الارم اي بي، وفي فورس جاي عليها من السيركلر رود برضو المفروض تبقى بيربنديكولر على السيركلر رود، والبربنديكولار على السيركلر رود تبقى بربنديكولار على التانجنت. يبقى لما اجي ارسم الفري بودي دايجرام ادي الارم اي بي، الارم اي بي الار كاب تبقى على امتداد الارم اي بي اهو، ادي نقطه اي الكولر اي سي على امتداد الاي سي كده في الار اهو، ادي الار وبربنديكولار عليها في الثيتا، الثيتا بتكون بربنديكولار على الار في اتجاه الحركه. لو تاخد بالكم من السهم الثيتا بتزيد ان والثيتا دوت كمان. كويس، الثيتا بتزيد في الاتجاه ده. معايا؟ تمام. فيبقى عندي ادي الار وادي الثيتا، ادي الاكسيس بتاعتي ار وثيتا، الار معاها الاي ار والثيتا معاها الاي ثيتا،
يبقى زي ما قلنا برسم الفري بودي دياجرام، احدد الاكسيس بتاعتي الار على امتداد ارم اي بي. تعالوا بقى الفورس، في فورس جاي على الكولر من القضيب اي بي ودي بيربندكولر عليه، بيربندكولر على القضيب اي بي يعني معناها تبقى مع السيتا. ما هو الار منطبق على القضيب اي بي، يبقى اقول لما الفورس بيربندكولر على القضيب اي بي تبقى مع السيتا. يبقى دي اول فورس اف جايه للكولر من القضيب اي بي مع السيتا. بعد كده في فورس جايه من السيركلر رود بيربندكولر على التانجنت. المساله دي حاله خاصه لان بيقول لي عند سيتا بتساوي 45. لما سيتا هتساوي 45 لما سيتا هتساوي 45 يبقى التانجنت في الحاله دي هوريزونتال. ليه؟ لان لو نزلت راس كده من السي هتبقى زي ما دي 45 زي اللي فوق 45، يبقى التانجنت في الحاله دي هوريزونتال. التانجنت في الحاله دي اهو هوريزونتال، ادي التانجنت. يبقى البربندكولار على التانجنت اهي، يبقى عندي قوتين على الكولر، قوتين بيأثروا على الكولر. دايما في البولر بيبقى كده، في قوتين بيأثروا على البولر، قوه جايه له من القضيب A B بيربندكولر عليه تبقى مع السيتا، وقوه بيربندكولر على السيركلر رود اهو، يعني بيربندكولر على التانجنت. ادي التانجنت اهو، ادي التانجنت. هنا هو بقى الانجل سهله من الرسم 45، يعني مش محتاجه ابصاي اللي احنا اتعلمنا نجيبها قبل كده. الانجل 45، يبقى لما اجي امسك الفورس اللي عندي اللي هي اف وان واعمل لها ريزوليوشن مع الاي ار والاي سيتا، ادي الاف مع الاي سيتا، الاف مع الاي سيتا. الان دي، الان دي بتميل بزاويه 45 مع الار 45، يبقى المفروض اعمل لها ريزوليوشن كوساين 45 مع الار بس للداخل، وساين 45 مع الاي سيتا. معايا؟ تمام. يبقى اذا هنا الانجل سيتا هو اداها لي جاهزه، مش محتاجه اقول فين ابصاي واعمل ريزوليوشن وكده. الانجل سيتا هي الانجل 45 اللي هي اللي بتوين الار والنورمال، فبعمل ريزوليوشن للان بمعلوميه الانجل 45. يبقى ليها كومبوننت مع الار ولها كومبوننت بيربنديكولار على الار اللي هي مع السيتا اهو. سيجما اف ار بتساوي ام اي ار، اللي مع الار، اللي مع الار ايه؟ الان سي كوزين 45 لكن ان ذا اوبزيت دايركشن يعني بالماينس، يبقى ماينس ان سي كوزين 45 بتساوي ام اي ار. اف سيتا بتساوي ام اي سيتا، اللي مع السيتا، اللي مع السيتا، الاف في اتجاه السيتا، الاف اللي هو بربندكولر على الرد اي بي مع السيتا، يبقى الاف ماينس ام جي ماينس الان دي ماينس الان دي ساين سيتا بتساوي ام اي سيتا. ادي الاثنين ايكويشن اوف موشن كده كمساله في الشابتر ده خلصت. بعد ما بكتب المعادلتين الاثنين دول، سيجما اف ار بتساوي ام اي ار، ادي الاي ار، ادي المعادله طبعا فيها الان مجهوله لسه ما نعرفهاش. سيجما اف سيتا بتساوي ام اي سيتا، ادي الاف والان اهو. خلاص، عشان اجيب الاف والان يبقى محتاجه اعرف الاي ار والاي سيتا. لو عرفت الاي ار جبت منها الان سي، لو عوضت عنها في المعادله رقم 2 عن الان وعرفت الاي سيتا جبت منها الاف. طيب السيتا دوت والسيتا دبل دوت هو مديهم لي جاهزين في المساله، ناقص لي بقى اعرف الار دوت والار دبل دوت. مديني هنا الار اهو، الار اهو 0.8 كوزين سيتا، مديني الار. الار دي وفاضلها، خلي بالك انت بتفاضل بالنسبه للتايم، فبتفاضل الفانكشن وتضرب في تفاضل الانجل. يبقى فاضلنا الار، جبنا منها الار دوت خلاص اهي، وفي الاخر اعوض عن السيتا ب 45 والسيتا دوت ب 3 اللي هو مديها لي، وادي وفاضلنا مره ثانيه جبنا الار دبل دوت. يبقى كده انا قدرت احدد الاي ار اهي، ادي الاي ار وادي الاي سيتا.
مجرد ان انا عرفت الاي ار والاي سيتا برجع للمعادله رقم واحد اعرف منها الان سي، المعادله رقم اتنين اعرف منها الاف. يبقى كده انا حددت الفورس اللي بتاثر على الكولر ان ذا بوزيشن سيتا بتساوي 45. تمام، ادي مسائل البولر بتيجي بالشكل ده. يا اما تيجي على سيركلر رد بالشكل ده، يا اما تيجي بالاكزامبل الثاني ده. بيقول لي ايه الاكزامبل الثاني ده؟ بيقول لي ذا سموث 2 كيلوجرام سلندر سي، في سلندر سي اهي سموث مفيش فريكشن خلاص في الفيجر اهو اللي قدام، هاز اي بين بي ثرو اتس سنتر، يعني السلندر دي في بين في السنتر بتاعها واتش باس ثرو ذا سلوت ان ذا ارم او اي، في سلوت في الارم او اي البين بتاع السلندر بيتحرك في السلوت ده خلاص، طبعا مستند على سيرفس اهو، ما هو السلندر دي مش طايره في الهواء يعني الارم لوحده ما يشيلش سلندر خلاص، فهي في السلندر سي في بين في السنتر بتاعها بيتحرك في السلوت ده، وفي نفس الوقت السلندر دي مستند على السيرفس ده. If the arm is forced to rotate in the vertical plane. الارم ده الارم او اي ده بيدور في الفيرتيكال بلين. ات بيدور كده في الاتجاه ده. او السيتا دوت مديها لي 0.5. وبرده قال لي ان هي كونستانت يعني سيتا دبل دوت ايكوال 0. Determine the force that the arm الارم اللي هو الاو اي اكزيرتس اون ذا بيج البن هنا ده ات ذا اند سيتا بتساوي 60. سيتا دي في اللحظه اللي فيها سيتا بتساوي 60. طيب السلندر دي او البن ده البن خلاص فين الفرصه اللي بتاثر عليه؟ اولا قال لي ان فيرتيكال بلين يبقى في الام جي، ادي اول حاجه الام جي ده راسي مش مرتبطه خالص لا بالارم او اي ولا باي حاجه يعني، ده على طول الوزن ده راسي يبقى في الوزن راسي عشان فيرتيكال بلين. في ايه تاني؟ في ايه تاني يا شباب؟ لو في حد معايا في ايه تاني؟ في الارم او اي بتاثر على السلندر بفورس، الفورس دي مالها؟ بيربنديكولار على الاو اي، هي بيربنديكولار على الاو اي، بيربنديكولار بقى بيربنديكولار عليه لفوق ولا لتحت؟ المهم ان هي بيربنديكولار عليه، بيربنديكولار على الاو اي. اولا هو فين عندي الاكسيز؟ فين الاكسيز؟ في اتجاه الاو اي، في اتجاه الاو اي كده الخط منطبق على الاو اي في الار، وبربنديكولار عليه في اتجاه تزايد السيتا في سيتا هنا لتحت، يبقى مع الاو اي في الار كاب وبربنديكولار عليها في السيتا كاب، يعني هنا الاي ار والاي سيتا، بحدد الاكسيز وبحدد الاكسلريشن. نيجي للفورس، عندي ام جي عشان قال لي فيرتيكال بلين، في فورس بتاثر على السلندر من الارم او اي بربنديكولار عليه خلاص، وفي فورس كمان بتاثر على السلندر من البلين اللي مستند عليه السلندر ده الافقي ده، طبعا ده افقي يبقى ايه الفورس اللي جايه منه اللي هي النورمال فورس بيربنديكولار عليه، بيربنديكولار عليه الاعلى اهو، يبقى في الان سي ده النورمال فورس اللي جايه من المستوى الافقي ده، وفي الاف بي اللي هي الفورس اللي بيربنديكولار على الارم او اي اهو زي ما قلت بيربنديكولار على الارم يعني تبقى مع السيتا كاب،
وفي الام جي والام سي. ادي الفورسز اللي عندي. سيجما اف ار ام اي ار. اللي مع الار اعمل ريزوليوشن للوزن ام جي، كوزين سيتا تبقى مع السيتا وساين سيتا تبقى مع الاي ار، دي بوزيتيف. الان سي بعمل لها ريزوليوشن، كوزين سيتا تبقى مع السيتا كاب وساين سيتا تبقى مع الار كاب بس بالنيجاتيف، يبقى ام جي ساين سيتا ماينس ان سي ساين سيتا بتساوي ام في الاي ار. ادي اول معادله. المعادلة الثانية اف سيتا بتساوي ام اي سيتا. اللي مع السيتا الاف بي، واللي مع السيتا كومبوننت الوزن وكومبوننت الان سي. ادي المعادلة رقم 2. كده خلصت المحاضرة، كده خلصت المعادلة اللي الدرس ده كمعادلات حركة كده خلصت. مجرد ما اجيب معادلة رقم 1 و2 كده خلصت. بس لسه انا ما طلعتش نتائج، هو في النهاية الامتحان ام سي كيو يعني لازم نطلع نتائج. فايه نرجع بقى لحساب الاي ار والاي سيتا. هو مديني سيتا دوت تساوي 0.5 وكونستانت، يبقى سيتا دبل دوت بزيرو. طب ما ادانيش الار جاهزه. عايزه اكون الار من الرسمه. اجيب الار من الرسمه ازاي؟ الار هي الطول من او الى سي. اجيبها ازاي من الرسمه دي؟ اجيب لها معادله ازاي بحيث ان انا فاضلها؟ هي يا شباب لو في حد معايا يقول لي اجيب الار ازاي من الرسمه دي. نقول ساين سيتا ايكوال 64 على ار. صح، ساين سيتا بتساوي 0.4 على ار. معلش ساين سيتا بتساوي 0.4 على ار، يبقى الار 0.4 على ساين سيتا يعني 0.4 كوسيكس سيتا. يبقى اذا هو ممكن يديك مساله ما يديكش فيها الار جاهزه زي المساله اللي فاتت، لكن انت بتكون معادله للار بمعلوميه سيتا من الرسمه. فادي الار اهي 0.4 كوسيكس سيتا وفاضلها بقى، يبقى الار دوت تفاضل الكوسيك بكوسيك كوتان، فطبعا في السيتا دوت. عوض عن السيتا دوت اهي. نيجي بعد كده تاني الار دبل دوت، اتفاضل اتنين بقى في بعض. فاضل الاول كوسيك وتثبت الكوتان، وبعدين ترجع تثبت الكوسيك وتفاضل الكوتان، فادي الار دبل دوت بالشكل القدامي ده. عوض فيهم بقى بعد ما فاضلنا كده وعرفنا الار والار دوت والار دبل دوت، اروح جاي معوضه فيهم عن سيتا ب 60، يبقى كده عرفت الاي ار والاي سيتا. مجرد ان انا عرفت الاي ار انا اروح اجيب الان سي. معادله رقم 2 عرفت الاي سيتا وعرفت الان سي، اجيب الاف بي. يبقى هو بيطلب مني في ايه؟ اف مساله البولر بيطلب مني الاثنين فورس اللي بيأثروا على الكولر اللي قدامي. تعالوا بقى نشوف دي مسألة امتحان. المسألة دي جت في امتحان قبل كده. عندي ار اهو او سي مثبت عند او، وفي بارتكل اهوت بينزلق في سلوت، والسلوت ده مشترك ما بينه وما بين رد اخر فيرتيكال. مسألة سهلة وجميلة. يبقى الكولر دي أو البارتكل ده أو البلية دي أيا كانت أو البن جاي له فورس منين ومنين؟ جاي له فورس من الأرم أو سي بيربندكولر عليه، ومن الأرم الرأسي ده أو الرد الرأسي ده بيربندكولر على الرأس يبقى أفقي. شوف هو حتى في المسألة بيقول إيه؟ Determine for any given value of theta. يعني هنا هو متعب شوية. يعني إيه؟ ما حددليش قيمة معينة للسيتا. لا طبعا احنا ما بنجيبهاش بدلالة سيتا، بتبقى نتائجها وحشة. يعني بنحدد قيمة عددية للسيتا. فبيقول لي determine for any given value of theta the force B and Q exerted on the bin B by rod OC. يعني الـ OC هو الـ B، والـ wall اللي هو الرأس ده هو الـ Q.
هو عايز كده، عايز الاثنين القوتين الاثنين اللي بيأثروا على البن ده، البن اللي موجود عند بي. خلاص الار هي من او الى بي، امتدادها يبقى هو الار كاب، وبربنديكولار عليه يبقى الثيتا كاب. بربنديكولار عليه كده بالشكل ده كده يبقى الثيتا كاب. برسم الفري بودي دايجرام، ادي نقطه او الثابته اهيت، ادي الار من او الى بي، امتداده هو الاي ار او الار كاب، والبربنديكولار عليه هو الاي ثيتا او الثيتا كاب. بعد كده في فورس بربنديكولار على الاو سي، في فورس بتاثر على البي بربنديكولار على الاو سي يبقى مع الثيتا اللي هي بي، وفي فورس بربنديكولار على الارم الراسي ده، على القضيب الراسي ده وهو راسي، يبقى البربنديكولار عليه افقي. افقي البربنديكولار عليه افقي بقى ومتجه سهمه يمين او يسار دي مش مشكله، المهم ان هو بربنديكولار عليه يعني افقي، والاشاره زي ما تطلع. خلاص ادي عند الفورس اللي عنده ده الفري بودي دايجرام. طبعا هو ما قاليش فيرتيكال، فاحنا افترضنا ان هو هوريزونتال، فما فيش الام جي، لكن طبعا المفروض يقول لنا في راس المساله هو فيرتيكال بلين ولا هوريزونتال بلين عشان نشوف. مديني هنا السيتا دوت ب 12، وقال لي برضو انها كونستانت يبقى سيتا دبل دوت ب 0. نيجي للار، نيجي للار، اكون الار ازاي؟ اكون الار ازاي؟ من الرسمه. بيقول ايه؟ مديني المسافه الافقيه دي 0.2، فبنقول كوزين سيتا تساوي 0.2 على ار، يبقى الار 0.2 على كوزين سيتا، وفضلنا الار جبنا منها ار دوت، وفضلنا الار والار دوت وجبنا منها ار دبل دوت. كل اللي هو مديه هو ليه مديني سيتا دوت وسيتا دبل دوت، خلاص، لكن ما ادانيش قيمه للسيتا، هو عايز النتائج بدلاله سيتا. طبعا ده ما بيحصلش في الام اس كيو، لازم هنديك قيم للسيتا. خلاص مجرد ان انا عرفت الار دوت والار دبل دوت والسيتا دوت والسيتا دبل دوت، يبقى كده بحسب الاي ار وبحسب الاي سيتا طبعا بدلاله السيتا اهم. سيجما اف ار بتساوي ام اي ار، ايه اللي مع الاي ار؟ ايه اللي معاها؟ البي مع الاي سيتا، ايه اللي مع الاي ار؟ الكومبوننت بتاعت الكيو دي، لان الكومبوننت الكيو دي هوريزونتال، فانا بعمل لها ريزوليوشن، كوزين سيتا تبقى مع الاي ار وساين سيتا تبقى مع الاي سيتا ان ذا اوبزيت دايركشن، يبقى كيو كوزين سيتا بتساوي ام اي ار، عوض عن الاي ار يبقى كده جبت كيو. سيجما اف سيتا بتساوي ام اي سيتا بي ماينس كيو ساين سيتا بتساوي ام اي سيتا، من هنا جبنا البي. يا جماعه ده شكل من اشكال الامتحانات، نفس الرسمه دي بالظبط في امتحان تاني، بس ما جبناش. هو طبعا السهل ان يبقى الرد التاني ده راسي، ده السهل راسي، يبقى الفورس بتاعته بربنديكولار عليه تبقى هوريزونتال. لكن لما تيجي المساله دي تاني، معلش هي الرسمه مش واضحه، بس ده كيرف تاني، ده كيرف كيرف، يبقى عندي يبقى البن بي، البن بي ده هوت خلاص بيتحرك في سلوت، السلوت ده مشترك ما بين القضيب او سي، النقطه الثابته او، يبقى من او لغايه بي ده الار، امتداده هو الار كاب يعني الاي ار، والبربنديكولار عليها هو السيتا كاب يعني الاي سيتا. في فورس بربنديكولار على الاو بي، او سي في فورس بربنديكولار عليه يعني تبقى مع الاي سيتا، هي برضو مسميها لي بي وكيو، فورس بربنديكولار عليه يعني بربنديكولار على الاو سي يعني تبقى مع السيتا، ادي الفورس بي اهي، والفورس الثانيه اللي هي جايه من السيركلر رود بربنديكولار على ايه؟ بربنديكولار على ايه يا جماعه؟
الفورس اللي جاي من السيركلر رود بيربندكولار على ايه؟ على التانجنت. بيربندكولار على التانجنت يعني ايه؟ يعني في امتداد الراديوس. ادي الراديوس اهو يا شباب. اهو ادي الراديوس، لان ادي البي، معلش الرسمه مش واضحه، ادي النقطه دي نقطه ايه دي؟ هي السنتر بتاع الكيرف. نقطة B، نقطة A اللي أنا مسميها هنا إيه؟ هي السنتر بتاع الكيرف. فيبقى بيربندكولار على التانجنت يعني يبقى مع الراديوس. بيربندكولار على التانجنت يعني منطبق على الراديوس. خلاص؟ منطبق على الراديوس للداخل أو للخارج زي ما أنت عايز. فتبقى القوة الثانية اللي هي Q اللي هي بيربندكولار على التانجنت منطبقة مع الراديوس أهي. يبقى القوة اللي عندي البي مع السيتا والكيو مع الراديوس بتاع الكيرف. طبعا محتاجة اعرف الانجل ما بينها وما بين اللي هي سميناها ابصاي في النظر وما بين الاي ار عشان اعمل لها ريزوليوشن. من هندسة الشكل عشان كده بقول لكم ايه، ما بنلجأش كتير لابصاي. من هندسة الشكل هو مديني ايه؟ مديني المسافة ده هي بي، المسافة دي مديها لي بي والراديوس بي، وبيقول لي عايز الكلام ده كله عند سيتا بتساوي 20. سيتا اللي تحت دي بتساوي 20، يبقى معناها ان دي 20، دي معناها ان الانجل دي 20 والانجل دي كمان 20. ما هو بيحدد لي حاجه تسهل لي الحل. فهو قال لي ان الاو اي ده بي وفي نفس الوقت الاي بي ده بي برضه، والبي محددها لي ب 500 ام ام يعني 0.5 ام لو انت عايزها بالام. خلاص؟ معنى ان الاو اي بتساوي الاي بي يبقى زي ما الانجل دي 20 اساويها فوق 20. اهو الكيو زي ما قلنا هي امتداد الراديوس، بيربندكولار على التانجنت، والبيربندكولار على التانجنت في حاله الكيرف بيبقى امتداد الراديوس. يبقى الانجل ده 20. بمعلوميه الانجل 20 دي هعمل ريزوليوشن للكيو، هتبقى كيو كوزين سيتا او كوزين 20 وكيو سين 20. يبقى لما باجي اكتب معادلات الحركه هقول ايه؟ سيجما اف ار بتساوي ام اي ار، اللي مع الار كيو كوزين 20 وبالماينس. سيجما اف سيتا بتساوي ام اي سيتا، اللي مع السيتا البي مع السيتا وكيو ساين 20 بالماينس. خلاص؟ بس دول معادلتين الحركه. لو قدرت اجيب الاي ار والاي سيتا يبقى كده هقدر اجيب البي والكيو. تعالوا بقى نشوف نجيب الاي ار والاي سيتا ازاي. اولا هو مديني سيتا ضد ب 15 وما قالليش بقى في الحاله دي كونستانت، لا ده اداني سيتا دبل ضد ب 250. يعني ايه؟ يعني بيزود الحسابات شويه. طب نيجي للار. في مسائل بيديني فيها الار جاهزه وفي مسائل بيسيبني اجيب الار من الرسمه. خلي بالك الار هي ايه؟ من او، رسمت لها مثلث اهو فوق، الار هي من او الى بي، ادي الار. الزاويه دي سيتا والزاويه دي سيتا بتساويها اهو. لو قلت ار على ساين 180 ناقص 2 سيتا بتساوي بي على ساين سيتا. بي على ساين سيتا بتساوي ار على ساين 180 ماينس 2 سيتا اللي هي الانجل دي. 180 ساين 180 ماينس 2 سيتا اللي هي تبقى ساين 2 سيتا. من هنا هقول الار، الار بتساوي بي ساين 2 سيتا على ساين سيتا. فك ساين 2 سيتا عشان تطير سيتا اللي تحت في المقام. هتبقى الار اللي هي بي ساين 2 سيتا على ساين سيتا. فكنا ده 2 ساين كوزين، راحت الساين مع تحت هتبقى 2 بي كوزين سيتا. الار 2 بي كوزين سيتا والبي هو مدهالي، يبقى الار 1000 كوزين سيتا، 1000 كوزين سيتا لان البي ادهالي ب 500. حبيت تحولها حولها، حبيت تسيبها سيبها معايا مش مشكله، دي اطوال وفي النهايه بتتكنسل كلها مع بعضها. ادي الار دوت، ادي الار اهي جبناها من الرسمه، فضلناها يبقى جبنا الار دوت، فضلناها يبقى جبنا الار دبل دوت، ومدينا هو السيتا دوت والسيتا دبل دوت.
حسبنا من هنا بعد ما اعرف دول الار والار دوت والار دبل دوت والسيتا دوت والسيتا دبل دوت وسيتا ب 20، خلاص احسب الاي ار واحسب الاي سيتا. بعد ما حسبنا الاي ار والاي سيتا اكتب معادله الحركه، سيجما اف ار بتساوي ام اي ار ماينس كيو كوزين 20 بتساوي ام اي ار، جبنا الكيو. سيجما اف سيتا بتساوي ام اي سيتا، بي ماينس كيو ساين سيتا بتساوي ام اي سيتا، جبنا البي. عايز يا شباب مساله البولر ما فيهاش غير كده، يا اما يا اما الكولر دي او البين ده ما بين السلوت لازم يكون واحد مايل اللي هو اللي هو ثابت من طرف ده، والتاني يا 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 مستقيم افقي راسي افقي يا سيركلر، يعني يا كده رد او سي لو مثبت عند او، والتاني كده عند الكولر يا رد او سي والتاني فيرتيكال، لازم يكون فيهم منهم واحد كيرف وواحد مايل. المايل ده اللي هو بيدور، المايل اللي هو بيدور اللي هو بيعمل لي البولر كوردينيتس اللي هو بتتحدد عليه الار والسيتا. خلاص مفيش افكار في البولر اكتر من كده، يا كيرف يا 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 ستريت راس اللي زي المساله اللي قدامي دي. معايا؟ ده كده كانت المحاضره، وده كده يبقى خلصنا شابتر 2 شابتر 13. في مسألة في معايا امتحان السنة اللي فاتت أحاول أحطه لكم. ظهر قدامكم يا جماعة؟ أيوة ظهر. ظهر. ده امتحان السنة اللي فاتت. تذاكروا، فرصة قدامكم هو الأسبوع اللي جاي والأسبوع اللي بعديه العيد، يعني أدي أسبوعين أهوت ما فيهمش محاضرات، فأدي فرصة تذاكروا شابتر 13 كله على بعضه. أنا ما حللتلكوش في حاجة، بس طبعًا هو ده النسخة اللي بالألوان، فهتظهر قدامكم الإجابات اللي هي اللي متلونة دي، ما تبصش للإجابات. ده ذاكروا شابتر 13 كويس وحلوا المسائل اللي عليه. أول مسألة أهي بولر زي اللي إحنا لسه إحنا قايلينها دلوقتي حالًا. أهو أدي اللي البن بي جاي له قوة من القضيب أو إيه، وقوة بربندكلر طبعًا على الأو إيه، والتانية بربندكلر على التانجنت اللي هي يبقى في اتجاه الراديوس. وهنا هو مديك الار جاهزه، فاكر هناك لما قلت لك 2 بي كوزين سيتا، هو هنا قايل لك الار اهي ما سابهاش ليك عشان ايه ما تلخبطكش. 2 بي والبي 0.4 يبقى 0.8 كوزين سيتا، انا ثبتها لك في المساله اللي فاتت عشان لو ما اداهاش ليك تجيبها من الرسم بالشكل ده. ادي مساله البولر ومديني سيتا دوت سيتا دوت، بلاش بقى عند سيتا ب 20 والكلام ده، بس اداني التان للانجل سيتا، تقدر تجيب منها قيمه سيتا. دي مساله للنورمال والتانجنشال، دي مساله للاكس والواي. يا جماعه ثلاث مسائل الشابتر ده بيجي عليه ثلاث مسائل اهو، ثلاث مسائل هتذاكروا الشابتر كويس وتحلوا عليه الثلاث مسائل دول، ولو في اي حاجه طبعا اللي بعد كده ده بقى لسه انتم ما خدتوهوش. لو اللي بعد كده يعني انت مطالب بالصفحه الاولى دي، انت مطالب بالصفحه الاولى ثلاث مسائل اهم على الشابتر، تذاكروا الشابتر كويس وتحلوا عليه المسائل دي، لو وقفت معاكم اي مشاكل هتسالوني فيها لما نتقابل ان شاء الله المحاضره اللي بعد كده. ها اي اسئله في المحاضره دي؟ اي اسئله يا شباب في المحاضره؟
تمام يا دكتور، شكرا.